الحمد لله الذي يغفر الزلات ويقيل العثرات ويكشف الكروبات. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي ضمن فعاليات الأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف في هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. هذا البيت العامر من بيوت الله الذي أتى ضمن حبات عقد تطوير المساجد في مصر مبنى ومعنى، في ظل قيادة هذا البلد متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي ظل قيادة معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، الذي تأتي أيضاً هذه الفعاليات برعاية كريمة من فضيلته. هذه الطفرة التي تشهدها مصر في بيوت الله تبارك وتعالى وعمارة بيوت الله مبنىً ومعنى، من خلال هذا التطوير الواضح والملموس، ومن خلال تشييد وإقامة بيوت الله عز وجل في شتى ربوع مصر، ويأتي ضمن هذه التطويرات وعلى الرأس منها وفي القلب منها بيوت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل مصر معروفون ومشهورون بحبهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقهم بهم. الحضور الكرام، يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك من علمائنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، وفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ومعنا قارئاً الشيخ عبد الرحمن حافظ ومبتهلاً الشيخ محمد عبد الحميد. معنا من قيادات وعلماء وأئمة ورجالات وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير شؤون الإدارات لأوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ جمال إسماعيل حسن مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة. ونتوجه بالشكر إلى من نحن في ضيافتهم في هذا البيت مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب المسجد، وفضيلة الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. الحضور الكرام، الاستغفار من أجل الأعمال وأفضلها، وهو منهج الأنبياء والصالحين. الاستغفار ندم واعتذار وتذلل وانكسار وتذكر واعتبار، يقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك، أفضل الذكر وأطيبه، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ عبد الرحمن حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل
عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم
إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. صدق الله صدق الله العظيم. ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم. ومن أصدق من الله حديثا. وهكذا الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يأتي بعنوان فضائل الاستغفار. استمعنا إليها من فضيلة القارئ الشيخ عبد الرحمن حافظ. الحضور الكرام، الاستغفار منهج الأنبياء والصالحين. فهذا آدم لما أذنب هو وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. ونوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وإبراهيم عليه السلام قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وموسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وسليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمره ربه فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ويكفي ابن آدم أن الملائكة يستغفرون له، أفيغفل هو عن الاستغفار؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. والآن الحضور الكرام، ننتقل من روضة القرآن الكريم إلى رحاب العلم والعلماء مع هذه الكلمة والتي نستمع إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر السابق. الحمد لله الذي وفق لسلوك سبيل حضرته من اختارهم من قديم أزله لنيل قربه وكرامته، وفضل طائفة منهم بأن جعلهم أئمة في دينه يرشدون ما
من أراد الوصول إليه والشرب من رحيق ودانه. وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله، أعطاه الحق جل علاه الكمال والجلال والجمال. سيدي يا رسول الله، تعالى الله أولاك الكمال، تعالى الله، تعالى الله أولاك الكمال وتوجك المهابة والجلال وصيرك المنارة والمثال وأعطاك الجوامع من كلامي. وبعد، ففي هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها، نفيسة الرضوان التي حظيت برضاء والدها وحظيت برضاء سيدنا رسول الله عنها وحظيت أيضا برضاء الحق جل علاه عنها، فقد كان أبوها سيدي الحسن الأنور كان يدخلها إلى مقام جدها سيدنا رسول الله، وكان يقول: يا سيدي يا رسول الله، إني راض عن نفيسة فارض عنها. قال: كان يكثر من ذلك كلما دخل بها إلى مقام سيدنا رسول الله، فرأى الحبيب، رأى الحبيب، رأى سيدنا رسول الله يقول له: يا حسن، إني راض عن نفيسة برضاك عنها، وإن الحق جل علاه راض عن نفيسة برضايا عنها. فمن هنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام لقبت بحائزة الرضوان. فنسأل الله جل علاه بسر حائزة الرضوان أن يغفر لنا ذنوبنا، بحائزة الرضوان منك نفيسة تحقق آمالي وتغفر ذنبنا. اللهم بحق سيدتنا السيدة نفيسة نسألك اللهم يا رب أن تحقق آمالنا وألا تترك فينا صاحب حاجة إلا قضيتها له ويسرتها له، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأحباب، في رحاب سيدتنا الطاهرة السيدة نفيسة تأتي فعاليات هذه الندوة المباركة، والتي بعنوان فضائل الاستغفار. ومن يمن الطالع أن يكون مقدم هذه الحفلة أو هذه الندوة الأستاذ الفاضل الأستاذ محمد جمعة كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم. كذلك أيضا من يمن الطالع أن يكون محاضرا معي أخي الفاضل الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة في المنوفية. كذلك أيضا أن يكون حاضرا معنا من قيادات الأوقاف الأستاذ أو الدكتور سعيد
حامد مبروك مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود عبد المهيمن كذلك أيضا، والشيخ جمال إسماعيل كذلك أيضا مدير إدارة جنوب، ومعنا أيضا فضيلة الشيخ إمام وخطيب مسجد سيد الرفاعي رضي الله عنه، والكل في ضيافة الأستاذ الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة. تأتي هذه الفعاليات في إطار ما تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لزيادة الوعي الديني بقيادة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وخاصة هذه الفعاليات تأتي مواكبة لما قامت به القيادة السياسية المصرية والممثلة في فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في افتتاح مسجد سيدتنا السيدة نفيسة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك إعلاماً بأن القيادة المصرية إنما ترعى المساجد وترعى الدعوة، وخاصة مساجد آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الندوة بعنوان الاستغفار. طبعاً كان حبيب الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم يعدون عليه في كل مجلس أكثر من 70 مرة وهو يقول صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. واستمع إلى بيان سيدنا رسول الله من فضائل الاستغفار، وفيه من لازم على الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. إذا أردت أن يفرج الله عنك الكرب، وإذا أردت أن يزيل الله عنك الهم، وإذا أردت أن تجد لنفسك مخرجا من أي سوء، فما عليك إلا أن تقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا من لازم على الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. إذا أردت تفريج الهم قل: أستغفر الله. إذا أردت غفران الذنب قل: أستغفر الله. إذا أردت أن يرفع الله قدرك وأن يعلي شأنك، فما عليك إلا أن تلتجئ إلى الله من باب الاستغفار، واستغفار فيه مذلة. وإن أوسع الأبواب التي ينبغي لك أن تدخل وأن تلج فيها إلى الله إنما هو الاستغفار. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. الاستغفار بالذل، الاستغفار بالمهانة لله، فهو عين الإيه؟ عين الفضل. يا حي يا قيوم، يا رب البداية والنهاية، بالذل نسألك العناية والكفاية والوقاية، متوسلين بكل من أرسلتهم ربي هداية. الاستغفار فضائل جمة، منها جلب الرحمة، ومنها مغفرة الذنوب، وكل ذلك إذا أردنا أن ندلل على كل شيء من ذلك وعلى كل عبارة نحتاج إلى الكثير والكثير من آيات القرآن الكريم، إذ قد دلت على جميع فضائل الاستغفار. فمن فضائل الاستغفار جلب الرحمة. إذا أردت أن تتنزل عليك الرحمات، وإذا أردت أن تجلب الرحمة إليك وإلى أهل بيتك وإلى من يقومون معك، فما عليك إلا أن تقول: أستغفر الله العظيم
ألم تسمع قول الحق جل علا في محكم كتابه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. مغفرة الذنوب من ثمرات الاستغفار باختصار قلب الرحمة. من ثمرات الاستغفار مغفرة الذنوب، نزول الغيث أي المطر، الإمداد بالأموال. ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بالأموال، إذا أردت الغنى فلتكثر من الاستغفار وقرب هلالي. إذا أردت ذلك في هذا الأمر، وهناك أناس يلزمون باب الاستغفار يفتح الله لهم كل باب مغلق. هل أنت كده جربت عندك حاجة ومسكت السبحة أو قعدت مع ربنا ساعة وقلت لك أستغفر الله العظيم 1000 مرة ولا 2000 ولا 3000؟ جرب كده عند نزول هم أو غم أو أي شيء، فتجد أن الله وعد بذلك حيث قال في محكم كتابه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال بعد كده إيه؟ هو مين اللي قال؟ رب العزة. قال إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال بعد كده: يرسل السماء عليكم مدرارا، أدي المطر، ويمددكم بأموال وبنين. أدى دلوقتي إيه؟ الإمداد بالأموال اللي هو الغنى، اللي هو سعة الرزق، اللي هو إن ربنا يفتح عليك، إن هو ربنا يفتح لك الأبواب. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الرزق، البساتين، المتاع الحسن، المتاع الحسن من فضائل الاستغفار. ربنا قال يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. قال لك بسبب إيه؟ بسبب الاستغفار. في هذا الأمر دفع البلاء، زيادة القوة، وذلك كله من فضل الله. والله عز وجل يقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى لما نيجي نشوف كلام سيدنا رسول الله في هذه الحالة، من لازم على الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. طيب احنا قاعدين في مثل هذه الامور، استغفر الله من كل الذنوب، استغفر الله، لو انت قلت بس استغفر الله فقط. ولذلك عندنا سيدنا رسول الله قال في سيد الاستغفار ايه؟ طبعا دعاء سيدنا رسول الله في سيد الاستغفار التي اذا قالها العبد في الصباح ومات قبل المساء حظي من الله عز وجل بدخول الجنة، وإذا قاله العبد في المساء فمات قبل أن يصبح حظي من الله بدخول الجنة. وهذه هي سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه هي سيد الاستغفار، فلنقلها قبل أن نختم بصوت هذا الصوت معال، لعل الله أن يكبرنا ولعل الله أن يغفر لنا. قولوا جميعا: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،
أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، كما قال حبيب الله ومصطفاه: وقلت لحضراتكم من ذكرها في الصباح ومات قبل المساء غفر له، ومن قالها في المساء فمات قبل الصباح غفر له. نسأل الله جل علاه أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأعنا على ما يرضيك عنا يا كريم. اللهم لا تترك فينا صاحب حاجة إلا قضيتها له ويسرتها له يا خير المسؤولين. اللهم لا تترك فينا صاحب حاجة إلا يسرتها له يا خير المسؤولين. إله العرش، إله العرش، نولنا الأماني وجنبنا مضلات الزمان، وأسكننا فراديس الجنان، ومتعنا بوجهك يا كريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وشفع فينا سيد المرسلين، وارض اللهم عن سيدتنا صاحبة هذا المقام، سيدتنا السيدة نفيسة، وعلى جدها عليه أفضل الصلاة والسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء والذي يأتي بعنوان فضائل الاستغفار. الحضور الكرام، الإنسان بطبيعته التي خلقه الله عليها يميل إلى ما يوافق هواه، وكثيراً ما يخطئ في حق الله سبحانه وتعالى، إما بالتقصير في طاعته وإما بفعل ما نهى عنه. ومن رحمته تعالى وفضله أن جعل للمذنب باباً مفتوحاً، وهو باب التوبة والاستغفار، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول ربنا سبحانه منادياً على عباده آناء الليل وأطراف النهار: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم. الآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز، رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صلاة نسعد بها في الدنيا والدين.
وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي البداية أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير والاحترام إلى معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه اللقاءات الثقافية، على هذه الندوات القرآنية، على مجالس الإقراء، على مجالس الإفتاء، على كل ما يقوم به من أجل خدمة الدعوة الإسلامية ومن أجل خدمة البلاد المصرية وغير المصرية. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير والاحترام إلى سعادة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف، وهو من هو علما ومكانة وفضلا ومنزلا. استمعنا إلى كلمته الطيبة المباركة وسعدنا بها وتمنينا أن يطيل الحديث فيها وفي مناقب السيدة الفاضلة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. كما أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير والاحترام إلى أئمتنا الأفاضل وعلمائنا الأجلاء، كل باسمه وشخصه، سائلا المولى تبارك وتعالى لي وله أن يجعل هذه اللقاءات في موازين حسناتنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أبدأ بعد ذلك أيها الأحبة هذه الكلمة مستعينا بالمولى تبارك وتعالى ومتوسلا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ومستشفعا بآل بيت نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وملتمسا البركة بمن نحن في رحابها ونحن في ضيافتها، السيدة الفاضلة السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. ثم أسأل المولى تبارك وتعالى لهذه الكلمة التوفيق والسداد. أيها الأحبة، في تفسير الإمام القرطبي والإمام البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له هذه الكلمات: يا رسول الله، إني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا، إني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا، غير أني لم أشرك بالله منذ عرفته،
ولم أفعل المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له، وإني لنادم وتائب ومستغفر، فما حالي عند الله؟ تأملوا أيها الأحبة في هذا الحوار الذي دار بين الأعرابي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في الكلمات التي نطق بها الأعرابي أمام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وكان من أول تلك الكلمات: إني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا. وتأمل في قول الأعرابي إني شيخ، بلغ من الكبر عتية، بلغ من العمر ما بلغ، تجاوز 50 أو 60 من عمره، ومع ذلك يفعل المعاصي، ومع ذلك يفعل السيئات، كما جاء في التعبير منهمكم في الذنوب والخطايا. ولكن تأمل كلمات نطق بها بعد ذلك، يبين للمصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه عندما وقع في هذه المعاصي له من الحجج، وله من المبررات، وله من الأسباب التي جعلت المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لذلك الأعرابي بأن حاله ما دام كذلك، وحاله طالما هو بهذه الكيفية، ولكنه في النهاية ندم وتاب واستغفر، سيخبره الرسول بعد ذلك بما له عند الله. أول كلمات نطق بها بعد ذلك: بأنني لم أشرك بالله منذ عرفته. تأملوا جيدا، لست معصوما من الذنب، ولست معصوما من الخطيئة، وربما أغادر المكان وأرتكب معصية وأرتكب ذنبا. العصمة لا تكون إلا لنبي، والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. وتأمل حتى تدرك جيدا أخي الكريم بأن الذين فتحت لهم أبواب الجنان، بأن الذين أعدت لهم أبواب الجنان ارتكبوا من المعاصي والسيئات ما ارتكبوا، ولكنهم أقبلوا على ربهم، أقبلوا على الاستغفار، وقالوا للمولى تبارك وتعالى: أذنبنا فاغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. فكانت النتيجة بأن الله تبارك وتعالى أخبرهم وأخبرنا بأن العبد ما دام يذنب ويستغفر ويعلم بأن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقبه عليه، وطالما هو يستغفر فليفعل العبد ما يشاء، لأن رحمة الله وسعت جميع خلقه. اقرأ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين مباشرة يعود هذا الاسم الموصول بما جاء في الآية على السابق المتقين، من هم؟ الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اقرأ وتأمل في آيات ربنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة. هكذا قال ربنا في كتابه. ولذلك الأعرابي عندما ذهب إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه قائلا له إني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا غير أني لم أشرك بالله منذ عرفته. وهذه وحدها كفيلة بأن يغفر الله له ما فعل. لماذا؟ لأن الله قال في محكم كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم تأتي الحجة الثانية أو الكلام الثاني بأنني لم أفعل المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له. عندما وقعت في المعصية وقعت منها في غفلة من ضميري، في غفلة من عقلي، في غفلة من إيماني، تأثرت بوسوسة الشيطان، استجبت له، استجبت لرغبات نفسي فوقعت في المعصية، وعند وقوعي في المعصية لم أكن أفعلها جرأة عليك ولا مكابرة لك. ولذلك نبينا قال لا يزني الزاني حين يزني وهو يسرق، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معذرة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. كيف ينزع الإيمان من قلبه عند ارتكابه للمعصية؟ لأنه لو كان الإيمان هنا وعلم بأن الله مطلع عليه وناظر إليه وشاهد عليه لم يقدم على المعصية، ولكن في غيبة من العقل، في غيبة من الضمير، في غيبة من الدين يرتكب الإنسان المعصية، فماذا يحدث؟ يعود إلى ربه ثم يستغفر فيغفر المولى له. وآخر الكلمات التي قالها حتى أنتهي منها بأنني نادم وتائب ومستغفر. الندم توبة، والتوبة التي يقولها المرء بأنني لن أعود إلى المعصية أبدا ثم إنني مستغفر، أستغفر ربي مما فعل. فماذا قال له النبي؟ قرأ عليه الآية الكريمة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل المولى تبارك وتعالى لي ولكم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر على هذه الكلمة الطيبة الثرية. الحضور الكرام، يقول الحسن البصري أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقاتكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. الآن نرفع أكف الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل مع المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جان. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، ونتوب إلى الله
الله. وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على ألا نعود إلى المعاصي أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، وشهدنا بأنه لا إله إلا الله، وشهدنا بأنه لا إله إلا الله، وأن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. يا اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين يا رب. إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسبي العفو من رب غفور. إلهي ما سألت سواك عونا، فحسبي العون من رب قدير. إذا لم أستعن بك يا رب، إذا لم أستعن بك يا ربي، فمن عوني سواك، ومن مجيري. يا رب صل على النبي وآله، يا رب عطر بالصلاة لساني، وأزل بها همي، وفرج كربتي، حرم بها جسدي على النيران. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه.
سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وهكذا الحضور الكرام بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الدعوي والذي يأتي ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. كان هذا اللقاء بعنوان فضائل الاستغفار، أكثروا من الاستغفار، فكم من استغفار كان سبباً في تحول الفشل إلى نجاح وتحول المحنة إلى منحة. فبالاستغفار يهدأ بالك وترتاح نفسك وتتطهر من خطاياك. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك نتوجه بالشكر إلى علمائنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وإلى قارئنا القارئ الشيخ عبد الرحمن حافظ والمبتهل محمد عبد الحميد جاد، وإلى علماء وأئمة ورجال وزارة الأوقاف الذين حضروا معنا هذا اللقاء الطيب المبارك. هذه تحياتي محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.